افتتح حزب مستقبل وطن فعاليات المنتدى البرلماني الأول بمشاركة قيادات الحزب وعدد من أعضاء البرلمان. للمزيد تنضم إلينا من شرم الشيخ دورية عاطف مراسلة أكسترا نيوز. إليك دورية، تفضلي. لازلنا نتابع معكم من هنا من مدينة شرم الشيخ فعاليات اليوم الأول لمنتدى البرلمان، المنتدى البرلماني لحزب الأول لحزب مستقبل وطن، والذي انتهت فعالياته بالفعل منذ قليل. ولكن للحديث عن مدار وفعاليات اليوم الأول ينضم لي الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر. مرحبا بك يا فندم في بداية على شاشة اكسترا نيوز. اهلا وسهلا بسيادتك واهلا بالسادة المشاهدين. يعني في البداية يا فندم يا ريت تستعرض لنا اهم مدار واهم فعاليات اليوم الاول للمنتدى. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الملتقى الاول لحزب مستقبل الوطن يعني الحقيقة له اهمية خاصة، له أهمية من حيث الزمان، وله أهمية من حيث المكان، وله أهمية أيضا من حيث الهدف. من حيث الزمان، لأن هذا الملتقى مع بداية دور انعقاد تشريعي في مجلس نواب جديد، بيجتمع اليوم أكثر من 340 نائب من نواب الذين انضموا إلى حزب مستقبل الوطن في ملتقى نناقش فيه مجموعة من القضايا التي تهم الوطن والمواطن. اليوم الأول بدأنا منذ قليل هذا المؤتمر بورشة عمل عن الإصلاح التشريعي والاجتماعي، وهذا المؤتمر كما قلت له أهمية أيضا في المكان، لأنه ينعقد في مدينة الحب والسلام في شرم الشيخ، التي تستعد أيضا لاستقبال مؤتمر عالمي، مؤتمر تحت مسمى ملتقى سانت كاترين، التي يقع فيها جبل الطور الذي حدث المولى عز وجل فيه سيدنا موسى عليه السلام، والتي يعني يتلاصق فيها جدار المسجد مع جدار الكنيسة، حتى نرسم صورة للعالم أن مصر كانت ولا تزال وستظل بلد الحب والأمن والسلام. يعني تم الحديث خلال جلسة اليوم حول الإصلاح التشريعي. نعم. ما هي التحديات التي تواجه الإصلاح التشريعي في مصر؟ هذه هي أولى الفعاليات في هذا الملتقى. هذه الورشة كان يوجد بها بعض السادة الوزراء، السيد الوزير عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وأيضا السيدة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تحدثت عن الإصلاح الاجتماعي، إصلاح تشريعي وإصلاح اجتماعي. التحديات التي تواجه الإصلاح التشريعي الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من التحديات. أولى هذه التحديات غياب قاعدة البيانات عن التشريعات التي موجودة في مصر. يمكن عندنا يعني كم هائل من التشريعات، لا يوجد لدينا حصر دقيق بكم التشريعات الموجودة، سواء كانت تشريعات أساسية أو تشريعات مكملة. لكن ربما بعض السادة العلماء أفاد أن عدد التشريعات يعني تجاوز 62 ألف تشريع. يعني هذا العدد في بداية الأمر هو صعوبة وتحدي في الإصلاح التشريعي. الصعوبة الثانية توفير المعلومات عن التشريع الذي يحتاج إلى إصلاح، ولماذا الإصلاح، ولصالح من هذا الإصلاح. كل هذه المعلومات لابد أن تتوافر لدى السادة النواب، باعتبار أنهم هم الذين يمثلون الشعب ويعني موجودين في المجلس النيابي المسؤول عن العملية التشريعية. لما بنيجي نعمل حقيقة تشريع جديد، يمكن هذا المجلس الحالي سن قاعدة طيبة جدا، لا يمكن ان احنا بنطلع تشريع بعيدا عن الحوار المجتمعي. يعني ايه حوار مجتمعي؟ يعني لابد ان نستمع الى المفكرين والمتخصصين في موضوع التشريع، واصحاب الشأن ايضا يعني المعنيين بهذا القانون.
يمكن تضارب المصالح وتشعب الآراء في الحوار المجتمعي أيضا هذا يعد تحدي جديد وصعوبة في استخراج التشريع. يعني أي قانون ربما يكون يعني في فئات كثيرة مستفيدة وكل فئة بتتحدث عما يحقق لها المصلحة، لكن النائب لابد أن يتوخى الدقة ويكون أمامه مبدأ العمومية والعدالة. كيف يمكن مواجهة تلك التحديات؟ مواجهة تلك التحديات أعتقد أن يعني بدأ يعني مؤكد هذا التحديات من إطلاق السيد الرئيس دعوة لوجود هيئة لجمع هذه التشريعات. بالفعل بدأت هذه اللجنة تعمل وتعمل بقوة لعملية حصر كامل وشامل للتشريعات الموجودة. التشريعات الموجودة يمكن بنقول أن هناك تشريعات أساسية وهناك تعديلات أو تشريعات مكملة للتشريع الأساسي. دلوقتي بنحاول نعمل قاعدة بيانات. يمكن المسألة كمان محتاجة وقت طويل، كل وقت وكل مجتمع بتتغير الأولويات اللي مطلوبة فيه، يعني من وقت للتاني ما نقدرش نقول ان الأولويات التشريعية ثابتة بشكل يعني مع تغير الأحداث مع تغير الظروف مع تغير الأوضاع الاقتصادية العالمية، كل ده بيتبعه تعديل في الأجندة التشريعية. أشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، والشكر بالطبع موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. عودة مرة أخرى للاستوديو. درية بشكرك جزيل الشكر، زميلتنا درية مراسلة اكسترا نيوز من شرم الشيخ، شكرا جزيلا لك وشكرا لضيفك الكريم.